والحاضر يعلم الغايب، يستحيل مازال تفكري تشريه بلا حليب بودره ولا زيت، بربعه ديال المكونات وباقل تكلفه من الجاهز، وفي 5 دقائق حضريه. شوكولات ليدان فينيبال نوتيلا، ايه من اليوم ما يخطاك، وبرعي ليا وليداتك وغير ب10 ديال الدراهم. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده ما تنساوناش باللي لايك للتشجيع فقط، وبالبارتاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو عبر الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بسم الله. اول حاجه كنحتاج هنايا واحد الكاسرول او شي اناء اللي يكون غارق واحد شويه باش نمزج فيه المكونات على خاطري. اول حاجه كنحتاج هنايا نصف لتر من الحليب، يكون كامل الدسم او خالي الدسم، اي نوع ديال الحليب، يعني حليب سائل ماشي حليب بودره. عندي هنايا نصف لتر من الحليب اللي كنوضعو في كاسرول وكنديرو على النار حتى يغلى ليا، يعني حتى يفيض تماما. من بعد ما كيغلى ليا كنزولو مباشره من على النار وهو مازال ساخن، كنضيف له 4 ديال البسكوي او بيمو او بسكوي اللي شرب الشاي نوعيه جولدن. كيف ما يمكن لكم ديروا نوعيه ديال اوريو او اويو، لكم الاختيار. 4 ديال البسكوي ديال جولدن، وغنخلي لكم الوزن ديالهم في رابط صندوق الوصف بالتفصيل. كنحتاج هنايا 4 ديال البسكوي ديال جولدن، كنوضعهم في داك نصف لتر من الحليب اللي غليته او فيته من قبل وهو مازال ساخن. كنحيدهم، يعني كنفتتهم غير هكا بالاصبع ديالي، على العموم كلشي غادي يمتزج ويذوب ليا ويتخلط كله هو. كنفرغ داك 4 ديال لي شاسي ديال البسكوي، ثم كنضيف ليهم 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء. انا درت هنا غير الشوكولاته الاقتصاديه واللي في متناول الجميع، وهي الشوكولات ديال 4 دريال، يعني خديت هنا تقريبا واحد 5 دراهم ديال الشوكولاته. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا 200 غرام ديال الشوكولات. وبالنسبه لبودره الكاكاو كتبقى اختياريه، يعني ممكن تضيفوها ممكن لا. عندي هنايا معلقه ديال بودره الكاكاو ومعلقه ديال الزبده. الزبده ضروري نديرو معلقه، اما بودره الكاكاو لاننا قلنا 4 المكونات فقط، معلقه بودره الكاكاو لكم الاختيار. الا درتو شوكولاته يعني نوعيه جيده وفيها نكهه زوينه، ما كاينلاش ديرو بودره ديال الكاكاو، ديرو غير اي نوعيه شوكولاته تكون 200 غرام في نصف لتر من الحليب، و 4 ديال البسكوي، معلقه كبيره عامره مملوءه جيدا من الزبده، اي نوع ديال الزبده، ممكن ديروا نباتيه او ديال العلب اللي متوفر عندكم. كنحرك كل شيء مزيان بالفوي، وكنستعين بواحد الميكسور او اي طحانه، ممكن نقلبوا هذا الخليط كله هو في الخلاط الكهربائي اي المولينكس ونطحنوه مزيان يعني اللي متوفر عندكم. انا عندي هنا بغا ميكسور هو اللي كيساعدني باش نطحن به داك المكونات كلهم مزيان. على العموم الشوكولاته راه غادي يذوب، الزبده كذلك غادي تذوب، غير على داك البسكوي باش ما يبقاش ليا مكتل او فيه هناك حبيبات. لهذا كنستعين بهذا البغا ميكسور. كيف ما يمكن لكم تليكم طحنوه غير في الخلاط الكهربائي. من بعد ما كنطحن هذا الخليط كله هو جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا، طحنته وراه كيذوب لينا دغيا لان الحليب لازم يكون ساخن. كنوضع الكاسرول ديالي مباشره على النار مع التحريك المستمر. هذه الوصفه كتوجد في 5 دقائق، يعني التحريك المستمر غير باش داك البسكوي ما يبقاش لاصق لينا في القاع ويتحرق لينا لانه كيهبط لينا للاسفل. كنبقى نحرك على نار اللي تكون مهيله، يعني ناقصه لاقصى درجه، ما نجهدوش عليه النار باش ما يتحرقش لينا ويعطينا واحد النكهه غير مرغوب فيها. كنبقى نحرك هكا بالفوي باستمرار على نار اللي تكون مهيله. هو راه غيبان لكم غيبدا يعقد، ملي كيبدا يعقد صافي تنحيدو، تنخليه تقريبا غير دقيقه على نار مهيله وحنا كنحركو، وهذا هو القوام اللي كنحصل عليه في الاخير كيف ما كتشاهدوا معايا. يعني عندي غير دقيقه او زوج على النار اللي تكون مهيله، ما تجهدوش عليه النار لان الحليب ديالنا راه غليناه طايب، كاين غير الشوكولاته والزبده وبسكوي، ما كاين حتى شي حاجه اللي تستاهل طيب بزاف النار، غير حنا كنديروه على النار باش داك بسكوي كيعقد لينا مع داك الحليب مع الشوكولاته. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، وراه مازال ساخن، يعني منين غادي يبرد غيزيد يعقد. واللي بغى يزين به الكيك او لي شي طارطو بغى يبقى خفيف ينقص الكميه ديال الشوكولاته
وينقص الكميه ديال البسكوي ويقوم بنفس العمليه كيف ما كتشاهدوا معايا. هذا هو القوام ديالو، كيعمر ليا واحد القريعه تبارك الله ما شاء الله اللي فيها تقريبا واحد نص كيلو، تقريبا نص كيلو، لان الشوكولاته ملي غادي نوزنوها هكا راه كيتقال نص كيلو تقريبا. هاد القريعه راه ما شاء الله كنعمرها وكتعمر ليا قريعه اخرى اصغر منها، يعني تقريبا كتكون عندي هنايا واحد 700 غرام ديال الشوكولاته اللي دان في 5 دقائق وبربعه ديال المكونات، لا غلى على مسكين غير ب 10 دراهم اللي كتكلفنا. يعني داك بسكوي ديال درهم نصف لتر من الحليب ومعلقه الزبده متوفره في كل بيت، والبودره ديال الكاكاو اختياريه. اما الشوكولاته تقريبا ما بين 4 دراهم 5 دراهم ديال الشوكولاته كيف ما كتشاهدوا معايا. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، كيجي رائع جدا، خصوصا خصوصا الا درتو شوكولاته، يعني الا كانت متوفره عندكم نوعيه جيده. انا درت غير الشوكولات العادي نوعيه كالا ديال 4 دريال الحبه، وخديت غير 200 غرام تقريبا 200 غرام، او ممكن ديروا حتى 150 غرام، لكم الاختيار في القوام نتوما كتحكموا فيه، يعني يكون خفيف او يكون ثقيل. وكيف ما كتشاهدوا معايا كندهنوا هنايا في خبيز نعطيوه للوليدات في الفطور او في الكوتي او نديرو حتى في الكيكات نزينو به الحلويات، كيجي رائع جدا صدقيني سيداتي، غتبقاي تعتمديه والحاضر يعلم الغايب. يستحيل مازال تفكري تشريه، كيتقام يعني رخيص رخيص بزاف، وكيعطينا واحد الكميه ما شاء الله كبيره اللي غادي تزعمي وتنوضي تحضريه حالا بدون تردد، كيجي من اروع ما يكون. تمنينا الاعجابكم لافيديو ديال اليوم، وما تنساوناش ملي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج فضلا وليس امرا، ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى. ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه ساكنه صوريه. كنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم البنائين والمحفزين والمشجعين، شكرا لكم المتابعه والى لقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.